يلا خلونا نقوم نستعد عشان انا متحمس مره، وانا اللي هختار اول سيت. انا هقعد جنب الشباك. يا هلا مرحبا، حياك الله. اهلين، شرفتونا. مرحبا. اهلين، مرحبا، كيف حالكم؟ ابدا ما توقعت انا يوم من الايام اني اسافر في طياره خاصه تشوف بزنس كلاس والكراسي، يعني ما شاء الله. يا هلا مرحبا، تفضلوا. ومهتمين بادق التفاصيل. في اي بي. في اي بي، ها؟ فرج المشاهدين. ودي عم ينزل. عزيز عم ينزل. انه اذا هيك مبلشين، شوفي بعدين. الله. عايزين تكلموني، خلي واحد يكلمني. باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. أنا اسمي كابتن ممدوح بخاري. أنا فخور جدا أنكم وصلتوا للمرحلة هذه في بوليفارد، وأود أن أرحب بكم على متن رحلة الخطوط السعودية أجنحة الرؤية للمملكة العربية السعودية 2030 بشهادة الطائرة بالشعار القديم اللي هو الماضي تبع الخطوط السعودية إلى الحاضر اللي إحنا فيه إلى المستقبل اللي هتشوفوه بعد شوي. واهلا وسهلا فيكم جميعا. حبيبي اهلا فيك يا حبيبي. حبيبي سالم، الرحله اسمها 2030، عشان كذا قاعد اقول لك نحو المستقبل. هذه الرؤيه حقتنا. مبسوط مره، واحس انه في نهايه الرحله دي الشباب معايا حيعرفوا اشياء كثير عن السعوديه. سوف نجوب بكم نحو المستقبل عبر المرور فوق اكبر مشاريع المملكه العربيه السعوديه. تبدا رحلتنا من مدينه الرياض، مرورا بمشروع القديه، ثم مدينة العلا الأثرية، وبعد ذلك سنحلق على ساحل البحر الأحمر، وصولاً إلى عروس البحر الأحمر جدة، حلبة سباق الفورمولا في مدينة جدة. بصراحة حاجة مميزة جداً إن إحنا أول ناس نشوف رؤية 2030، مميزة جداً لبوليفار المواهب، متحمسة قوي إن أشوفها بعد 10 سنين إيه اللي هيحصل فيها.